السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع هيكون مفيد لناس كتيرة جدا وكان مطلوب مني بشكل كبير، عشان كده أنا إن شاء الله بإذن الله هخصص فيديوهات على القناة هتكون عن الموضوع ده، وهو عن فرص العمل. هنتكلم بشكل أكبر عن فرص العمل ونتكلم عن المواقع اللي أنت ممكن تلاقي عليها فرص العمل، وإزاي تبحث عن فرص العمل دي وتستهدف التخصص اللي انت عايزه والبلد اللي انت عايزها. وان شاء الله هنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بموضوع فرص العمل. بس قبل ما اتكلم عن الموضوع ده احب انوه ان دي قناتنا على اليوتيوب، قناة متنوعة لعرض المنح وفرص العمل، لعرض التدريب في الخارج، فرص سفر، يعني هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة بتاعتنا، أشكال كتيرة جدا للمنح والفرص. وكمان في بعض الأحيان بنقدم فرص بيكون فيها التقديم والقبول حصريا عن طريق قناتنا، وإن شاء الله بإذن الله يعني القناة بتاعتنا هتكون مفيدة لكم. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك، وكمان هتلاقوا روابط المواقع اللي احنا هنتكلم عنها النهارده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب بالنسبه للموضوع بتاع النهارده قلنا هنتكلم فيه عن فرص العمل، وانا النهارده جايب لكم 3 مواقع. المواقع دي ان شاء الله هيكون فيها الشرح باللغه العربيه عشان الناس مثلا ان مقدرتها في اللغه الانجليزيه مش عاليه او كده. طبعا في مواقع كتير جدا لعرض فرص العمل انك تقدر تبحث عليها، ولكن انا النهارده هتكلم عن المواقع اللي باللغه العربيه ازاي تقدر تبحث عنها بسهوله، وكمان هركز على الدول العربيه. ممكن تلاقي فرصه عمل في دولتك او في دوله من دول الخليج زي الكويت الامارات، يعني هنركز بشكل اكبر على الدول العربيه والفرص الكويسه اللي موجوده فيها. تمام، خلينا نبدا باول موقع كده معانا وهو اسمه نيكري جولف. تمام، ده من اشهر المواقع اللي بتعرض فرص العمل باللغه العربيه، وموقع ممتاز جدا وسهل جدا وهيسهل عليك عمليه البحث في البلد والتخصص اللي انت عايزه. الموقع ده بيسهل لك اول حاجه هنا انك تقدر تبحث عن التخصص اللي انت عايزه او المهنه اللي انت عايزها، وفي هنا بيحدد لك او انت بتكتب البلد اللي انت عايز تشتغل فيها، وهنا بتكتب الخبرة. يعني ممكن هنا تختار مثلا خبرتك، ما عندكش خبرة او عندك خبرة في المجال ده 2 3 سنين، يعني تفاصيل كتير جدا تقدر تبحث بيها وبكل سهولة. وهنا بيديك زي نبذات كده، يعني هو بيعمل لك ملخص بيقول لك في وظائف في ابو ظبي، في وظائف في الدوحة، في وظائف في مصر، في وظائف في الخليج. بيديك يعني الفئات بتاعت الوظائف، وظائف خاصة بالمحاسبة، وظائف خاصة بالتكنولوجيا، وظائف خاصة بالهندسة، وظائف للجنسيات، يعني في وظائف مثلا خاصة للمصريين بس، في وظائف خاصة مثلا للعرب بشكل عام، في وظائف خاصة للسعوديين فقط. فبيديك يعني هنا نبذات كده. فمثلا لو انا عايز ابحث عن وظيفة خاصة بالهندسة، انا كمهندس مدني ومثلا عايز وظيفة في الهندسة المدنية، طبعا تقدر تبحث عن اي وظيفة انت عايزها، ولكن هنجرب مثلا تجربة على سبيل المثال. انت كمهندس مدني وعايز تلاقي مثلا وظيفة في الهندسة المدنية، تيجي مثلا تكتب هنا مهندس مدني. تمام، تكتبها هنا في البحث فبتطلع لك مثلا هنا في البحث مهندس مدني، فبتضغط عليها. هنا تقدر تختار الدولة اللي انت عايز تشتغل فيها، وتقدر تختار الخبرة اللي معاك، هل انت ما معكش خبرة او معاك خبرة 2 3 4، على حسب يعني بتكتب نتائج البحث هنا. بس انا سيبها مثلا ان في اي دولة، انا عايز مثلا وظيفة مهندس مدني في اي دولة. تيجي عند كلمة بحث هنا وتضغط عليها عشان يطلع لك نتيجة البحث بتاعك أو كل إعلانات الوظائف اللي موجودة في الهندسة المدنية. فمثلا عندي هنا أول حاجة مهندس مدني في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. طبعا هتلاقي وظائف تانية كتير، مهندس مدني في الإمارات، في السعودية، في الكويت، هكذا يعني. فلو دخلت مثلا على أول نتيجة بحث مهندس مدني في الإمارات، هتلاقي هيديك تفاصيل الوظيفة بالكامل، بيقول لك إن الوظيفة دي اسم الشركة اللي عرض وظيفة الهندسة المدنية، بيقول لك الوصف بتاع الوظيفة محتاج منك ايه، بيقول لك المرتب اللي انت هتاخده من 3000 درهم ل 3500 درهم اماراتي، يعني ذاكرين كل التفاصيل دي هنا. طيب انت خلاص شفت الوظيفة دي وعجبتك، تعمل ايه بعد كده؟ بتيجي مثلا على جزء هنا بيقول لك قدم للوظيفة دي، بيقول لك يا اما تسجل في الموقع وتقدم عن طريق الموقع، يا اما تسجل يا اما تقدم بدون تسجيل في الموقع. فمثلا انا لو اخترت ان انا اقدم بدون التسجيل في الموقع، فتيجي تضغط على الجزء ده تمام عشان يدخلك لعملية التسجيل للفرصة دي او وظيفة العمل دي. اول حاجة مطلوب عندك هنا تكتب بياناتك زي الايميل الالكتروني بتاعك، نوع الجنس بتاعك، الجنسية بتاعتك،
المدينة والعنوان اللي انت موجود فيه حاليا، الخبرة بتاعتك، الراتب، يعني انت متوقع تاخد راتب كام، لان هم محددين من 3000 ل 3500 درهم. فانت بتعمل يعني كده ايه، يعني متوسط، او انت بتختار مثلا توقعك للمرتب عايز يكون كام. وهنا بتحط السيرة الذاتية بتاعتك اللي هي السي في بتاعك، وبعد لما بتوافق على الشروط دي وبتعمل قدم الآن كده انت قدمت للوظيفة دي. الموضوع بسيط جدا. كمان التقديم باللغة العربية يعني هيسهل عليك حاجات كتيرة. انا جايب لكم مواقع باللغة العربية عشان تدخل وتدور على الوظيفة المناسبة ليك، وان شاء الله تكون كمان مناسبة ليك وتتقبل فيها. فدي انواع وظائف كتير، تقدر تبحث عن اي وظيفة على الموقع ده. الموقع ده ممتاز جدا، اسمه نيكري جوف، تمام؟ تقدر تدخل عليه وتدور عليه، وفي اساليب كتير للبحث عليه سهلة جدا، وكمان عرفنا طريقة التقديم. طيب نخش كده بقى على الموقع التاني، وتعالى نتكلم عن الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده اسمه موقع بيت، هو اسمه كده، ده اسم باللغة العربية ليه، هو موقع عربي. الموقع ده برضه بيديك طريقة للبحث عن الوظائف، وبيحط اعلانات وظائف، وانت بتخش على كل وظيفة وبتشوف الوظيفة اللي مناسبة ليك وبتقدم ليها. فمثلا اول حاجة هنا بيقول لك ممكن تقدر تبحث في البلاد اللي انت عايزها. طبعا هو بيشمل هنا الدول العربية وشوية دول كده آسيوية، زي موجود الجزائر، البحرين، لو انت عايز شغل في الجزائر، البحرين، دبي، مصر، الهند، ايران، الكويت، لبنان، يعني بتختار الدولة اللي انت عايزها. هنا بيقول لك تبحث عن الوظيفة زي ما كنا حددنا في الموقع ده. ممكن تقدر تبحث بمثلا بالوظيفة اللي انت عايزها. هنا برضو نفس النظام، تكتب اسم الوظيفة اللي انت عايز تبحث عنها، وهنا بيديك زي نبذات كده للبحث. ممكن تبحث يعني مثلا في شغل خاص بالإدارة، شغل خاص بالتصميم، شغل خاص بالتكنولوجيا، بالهندسة. يعني مثلا بيقول لك ان الموقع ده وظائف الهندسة اللي عليه حوالي 2175 وظيفة للهندسة، انت متخيل؟ يعني بيحط لك اقسام للتخصصات او الاعمال الموجودة، والطب والرعاية الصحية مثلا 1247 وظيفة، وهكذا. فانا لو عايز ابحث عن وظيفة على الموقع ده اعمل ايه؟ اجي برضو نفس النظام، اختار البلد اللي انا عايز ابحث فيها، تمام؟ انت حابب مثلا البحرين، تختار مثلا البحرين، وتكتب مثلا ابحث عن وظيفة مثلا في مدرس، كمدرس مثلا، فاكتب مدرس، تمام؟ ومثلا انا عايزها في اي دولة، مش مشكلة، يبقى تعمل مثلا جميع البلدان، وبتيجي تضغط على كلمة ابحث هنا عشان يجيب لك كل الوظائف اللي خاصة بالتدريس. فبيقول لك هنا مدرس حاسب آلي، مدرس علوم، تمام؟ دي الوظائف اللي خاصة بالتدريس. هتلاقي طبعا مدرس تربية فنية، هكذا، يعني وظائف كتير خاصة بالتدريس. فمثلا انا من ضمن الوظائف دي مثلا عايز اخش لمدرس حاسب آلي، او اتعرف على الوظيفة دي واشوف التفاصيل عنها وازاي ممكن اقدم ليها. هتلاقي هنا يظهر لك ان مثلا الفرصة دي موجودة في الجيزة، في القاهرة، مصر. هتلاقي مثلا المهارات المطلوبة منك تكون يعني مجيد التعامل مع الكمبيوتر والأجهزة التقنية، تفاصيل الوظيفة، العنوان بالظبط، قطاع الشركة أو قطاع المؤسسة، تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي، يعني مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي، وهكذا يعني، ويذكر لك كل التفاصيل. وبيقول لك عشان تقدم الوظيفة دي هتضغط على كلمة تقدم الآن، تمام؟ لو أنا عجبتني الوظيفة هضغط عليها. فمطلوب مني عشان أقدم للوظيفة دي إن أنا أعمل حساب الأول على الموقع اللي اسمه بيت دوت كوم عشان أقدر أقدم للوظيفة دي. فانت مطلوب منك انك تحط بياناتك، اسمك، وتعمل بريد الكتروني وكلمه سر خاصه بيك على الموقع، وترفق السيره الذاتيه بتاعتك اللي هي بتتوافق مع الفرصه. يعني ما ينفعش مثلا انت عايز تشتغل في وظيفه مدرس وتحط مثلا سي في او سيره ذاتيه عن الهندسه، انك عندك خبره في الهندسه، فلازم تكون السيره الذاتيه متوافقه مع الوظيفه اللي انت مقدم ليها. فمثلا ترفق السيره الذاتيه بتاعتك هنا، وتقول مثلا ان البيانات دي انا متاكد منها، وتعمل تقدم الان، ويبقى انت كده انشات حساب على الموقع، وتقدر بعد كده تقدم لاي وظيفه ايا كانت، طبعا بتتوافق مع السي في بتاعك، تمام؟ يبقى الموضوع بسيط جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن موقعين لحد دلوقتي، تمام؟ اللي هو نيكري جولف، والموقع اللي هو بيت دوت كوم، والموقع التالت اللي عندنا هو موقع وظائف. ده موقع تالت عندنا برضو باللغة العربية، موقع عربي بيقدم لك وظائف في الدول العربية زي الكويت، الإمارات، دول كتير جدا مختلفة، حتى في دولتك ممكن تلاقي كمان، فتقدر تبحث عليه. طريقة البحث في الموقع ده سهلة جدا، بيقول لك تختار المجال اللي انت عايز تلاقي فيه العمل، زي هندسة مثلا، تكنولوجيا، عايز تلاقي في البيع والتسويق، عايز تلاقي في المال والمحاسبة، التدريس، وهكذا. وبتختار الدولة اللي انت عايز تلاقي فيها الوظيفة، مصر، الإمارات، تونس، فلسطين، عمان، ليبيا، لبنان، يعني الكويت، اي دولة بتلاقيها، الدول العربية بتلاقيها هنا، تمام؟ ومثلا بتقول انا مثلا جنسيتي جزائري، جنسيتي مصري، فبتختار الجنسية بتاعتك من هنا.
وبعد كده بتعمل بحث عن الوظائف. وغير طريقه البحث هو بيعرض لك هنا في الشريط ده هنا بيعرض لك كل الوظائف اللي موجوده دلوقتي. يعني انت مثلا هنا هتلاقي كل الوظائف زي مثلا اتش ار اوفيسر، هتلاقي كل الوظائف اللي انت عايزها هنا، تمام؟ فدي الوظائف اللي موجوده على الموقع بشكل كامل. انما لو عايز تخلي بحثك متخصص فانت تقدر تبحث بالطريقه المتخصصه عن الحاجه اللي انت عايزها والبلد اللي انت عايزها. طيب مثلا دخلنا للصفحه الثانيه هنا هتلاقي برضو تكمله وظائف اخرى، زي مثلا مطلوب لمستشفى بجده. فلو مثلا دخلنا على الوظيفه دي عشان نشوف التفاصيل بتاعه الوظيفه دي، فبيقول لك الوظيفه دي مثلا نشرها شركه سهيل للتوظيف، تمام؟ بيقول لك الراتب بيتحدد بعد المقابله، القسم يعني التخصص ده خاص بالطب والصحه، مطلوب المستشفى دي اخصائي طوارئ استشاري او اخصائي عنايه مركزه استشاري باطنه، تمام؟ يعني التخصصات اللي مطلوبه من خلال الفرصه دي. وبيقول لك عشان تقدم للفرصه دي ده الايميل بتاع المسؤولين عن الوظيفه، تمام؟ اللي هي المسؤولين او الاتش ار بتاع المستشفى دي، انت تتواصل معاه وتبعت له السي في بتاعك على الايميل ده. الموقع ده من الميزات اللي فيه ان هو بيوصلك على طول مباشر لصاحب العمل، يعني هتلاقي بيانات صاحب العمل هنا بشكل مباشر، سواء الايميل بتاعه ورقم التليفون بتاعه، الايميل ورقم التليفون مع بعض، تمام؟ يعني بيوصلك بشكل مباشر على طول. وهنا برضه اهو كاتبين لك هنا الايميل برضه تتواصل معاه بشكل اسرع عن طريق رقم الهاتف او عن طريق الايميل ده، تمام؟ دلوقتي اتكلمنا عن ثلاث مواقع اللي هو نيكري جولف، موقع بيت دوت كوم، وموقع وظائف. ثلاثة مهمين جدا تقدر تبحث عليهم باللغة العربية في أي دولة من الدول العربية اللي أنت عايزها في التخصص اللي أنت حابه، سواء هندسة تدريس أي تخصص، يعني حاجة مفيدة جدا. وإن شاء الله مش هنقف عند المواقع دي بس، إحنا كمان هنتكلم في فيديوهات جاية عن مواقع عالمية باللغة الإنجليزية، مواقع بتوفر فرص عمل في دول أوروبية، في دول آسيوية، دول كتير جدا مختلفة غير الدول العربية. وكمان هتلاقوا رابط الثلاث مواقع دول بتوع الفيديو بتاع النهارده في صندوق الوصف اسفل الفيديو عشان تخشوا على الموقع بكل سهوله وتدوروا على الفرصه المناسبه ليكم. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله موفقين ومقبولين في الفرص والوظائف اللي تناسبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.